الحمد لله القائل في كتابه العزيز: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فبداية نفرق بين لونين أو نوعين أو قسمين من أقسام العلم، هما العلم المطلق والعلم النسبي. فالعلم المطلق الكامل الشامل لله وحده، ونحن كما قال الحق سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول سبحانه: وعنده مفاتيح الغيب، بأسلوب القصر، عنده وحده. ثم يأتي قصر آخر مؤكد لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، أي يعلم ما في البر والبحر من خلق وحركات وسكنات وأرزاق وكنوز ومعادن، يرزق بها من يشاء متى شاء وقت ما شاء. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة في أي مكان أو زمان، من أي ورقة، من شجر أو نحوه. قد تجلس أنت تحت شجرة في فصل الخريف وتتساقط آلاف الأوراق وأنت لا تنتبه أو تلتفت، لأن الشيء ربما لا يكون هما في نظرك، حتى هذا الشيء الذي لا يلتفت إليه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، متى أسقطت وأين سقطت، وسقطت أو أسقطت، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول سبحانه: إن الله عنده علم الساعة، عنده وحده، لا تكهنات ولا خرافات ولا خزعبلات ولا تنبؤات، إن الله وحده، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام. وهنا وقفة. بعض الناس يقول الآن: بعض الأطباء قد يتنبؤون بمعرفة نوع الجنين في وقت ما، أهو ذكر أو أنثى. هذا علم نسبي في حالات محددة بعد أن يخلق الجنين. وحتى لو تقدم العلم وعرف نوع الجنين قبل أن يخلق، فهل عرف علما مطلقا ويعلم ما في الأرحام؟
أن يعلموا كل ما في جميع الأرحام في كل زمان ومكان في وقت واحد علما مسبقا، فعلمك نسبي إلى جانب علم الله، وكل علوم الخلق تتضاءل إلى جانب عظمة علم الله تعالى. وإن كنت تجادل، وإن كان بعض الناس يدخل معك في الجدال، قل له تجاوز هذه وأكمل الآية: ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإن كنت تدعي العلم المطلق فقل لنفسك أنت متى تموت وأين تموت ومتى يموت فلان، لتعلم أن العلم المطلق لله وحده عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ثم بعد ذلك العلم نوعان: علم كسبي يأتي بالجد والاجتهاد. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد في طلب العلم، وبلغة أكل ما يسد الرمق، والاكتفاء بما يقيم أود الحياة. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ومن لم يزق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن لم يذق مر التعلم ساعة في جميع العلوم والصناعات والحرف والمهن والإدارة، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، فذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. ثم يأتي علم التوفيق كما يقول الحق سبحانه: ففهمناها سليمان. وفي يقول في شأن سيدنا يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا. وقد قالوا: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. ولما شكى الشافعي قبل أن يمن الله عليه بقوة الذاكرة والحفظ إلى شيخه وكيع بن الجراح، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. والعلم الحقيقي هو الذي يكون رحمة لصاحبه، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه، لم يبدأ بالعلم، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ولما طلب سيدنا موسى عليه السلام قال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ سيدنا موسى قد جاء لطلب العلم لكنه لم يقل تعلمني علما، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا علما نافعا. وهنا أمانة العلم وأمانة الكلمة وأمانة الفتوى. العلم أمانة، يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب. انظر إلى قوله تعالى: كما علمه الله فليكتب. يكتب بالعدل، لا يميل على الدائن ولا على المدين،
ولا يجامل الدائن ولا يجامل المدين. فالكاتب مؤتمن، والمحامي مؤتمن، والشاهد مؤتمن، والعلم أمانة، والأمور كلها أمانات. وهناك أمانة الكلمة، هناك كلمة تحيي أمة، وكلمة تهلك أمة أو توقع وطنا في قلق واضطراب أو تهلك شخصا. ولخطورة الكلمة قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل، أي من سخط الله عليه، لا يلقي لها بالا، لا يفكر في عواقبها، يهوي بها في النار بعد الصغية. الكلمة ليست أمرا سهلا، الكلمة أمانة. وقد قالوا: العاقل هو من يفكر قبل أن يتكلم، والأحمق يتكلم دون أن يفكر. وهناك أمانة الفتوى، الفتوى والعلم النافع هو الذي يأخذك إلى طريق البناء والتعمير. وإذا أردت أن تعرف المحق من المبطل بفراسة إنسانية وعقلية مجردة، فكل ما يأخذك إلى البناء والتعمير والرحمة والسلام والبناء والتنمية ومصالح الخلق ومصالح البلاد والعباد يأخذك إلى صحيح الأديان. وكل ما يدعوك إلى الفساد أو الإفساد أو الهدم أو التخريب أو يتعامل بالسباب والوقاحة والفظاظة والبذاءة فلا هو من الإسلام ولا الإسلام منه، لأن الإسلام دين البناء من جانب ودين العفة من جانب. وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فكيف تكون حكمة وصاحبها على أو من يتحدث ويدعيها على أعلى درجات السفاهة والبزاءة والإسفاف والابتزال والخروج على القيم والأخلاق؟ لا تحسبن العلم ينفع وحده، ما لم يتوج ربه بخلاقي. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. وإذا كانت فتاوى الجماعات الإرهابية والمتطرفة تدعو إلى التخريب والتدمير، فإن دورنا أن نفند أباطيل هذه الجماعات الضالة، ونؤكد أن دورنا هو عمارة الدنيا بالدين وليس تخريب الدنيا باسم الدين. وأختم خطبتي الأولى باستكمال قضية العلم النافع والشامل. بعض الناس عندما يقرؤون آيات القرآن الكريم في شأن العلم أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما يفهمونها على أنها علوم الفقه والتفسير والحديث فحسب، مع أن الأمر أوسع من ذلك. فعندما يقول الحق سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر، تعني بمفهومها الأوسع الأشمل اسألوا أهل الاختصاص، اسأل الفقيه في الفقه والمفسر في التفسير والطبيب في الطب والصيدلية في الصيدلة والمهندس في الهندسة والكيميائية في الكيمياء، وهكذا في سائر العلوم والصناعات والحرف. وعندما يقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، لو أراد أن يقول العلم الشرعي أو أوتوا الفقه لقالها، ولكنه أراد العلم جامعا لكل علم نافع للناس في أمور دينهم ودنياهم. وللأسف الشديد في محاولات لتغييب أمتنا عن الحضارة والتقدم واللحاق بركب المدنية والتقدم الحديث، حاولوا أن يفهمونا وأن يرسخوا في أذهان أبنائنا أن العلم النافع هو ما يتصل بعلوم الشريعة فحسب. انظر إلى قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفى من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن طائفة من كل فرقة تتفقه في الدين، فماذا يصنع الباقون؟ مجموعة تتفقه في الطب، ومجموعة تتفقه في الهندسة، ومجموعة تتفقه في الجيولوجيا، لنعموا الدنيا بالدين لا لنهجوها بفهم خاطئ للأديان. والآية العظيمة التي أعلى الله بها شأن العلم والعلماء في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أشد خشية لله. أيضا بعض الناس يفهمها على أنها تنحصر في علماء الفقه والشريعة، مع أن الأمر أوسع، ومن يتتبع سياق هذه الآية يجد أنها لم تأتي تعقيبا على قضية فقهية أو مسألة دينية، وإنما جاءت تعقيبا على التأمل في الكون وآيات الله الكونية، حيث يقول الحق سبحانه ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. ثم جاء التعقيب كذلك مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء، أي أن من يتأمل في الكون وخلق الله للكون يكون من أكثر الناس إيمانا لوقوفه على دلائل قدرة الله، حيث يقول الحق سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. شهدنا وآمنا بأنك يا ربنا يا الله الواحد الأحد الحق المبين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن محمدا عبدك ورسولك، فاكتبنا مع الشاهدين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. الحديث عن العلم حديث طويل لا يمكن الإلمام به في موقف أو موقفين، فهو أحد أهم دعائم بناء الدول، بالعلم والمال يبني الناس ملكه، لم يبن ملك على جهل وإقلال. أروني أمة أي دولة تقدمت بغير العلم، حيث يكون العلم يكون التقدم، وحيث يكون الجهل يكون التخلف. أروني أي دولة أو أمة أو شعب أو مجتمع، أروني أمة واحدة، أروني أمة بلغت مناها بغير العلم والسيف اليماني. العلم والقوة التي تحمي العلم والعلماء وتحمي الاقتصاد وتحمي الأمن وتحمي البلد، فبلا أمن لا علم ولا اقتصاد ولا شيء يستقر. أروني أمة بلغت مناها بغير العلم والسيف اليماني. ومن هنا كان اهتمام الدولة المصرية بإحداث نهضة علمية شاملة في جميع المجالات، بإذن الله نؤمل أن تؤتي ثمارها في القريب العاجل خدمة لديننا ووطننا وأمتنا وللإنسانية. ونؤكد أن سد حاجات الأمم، سد حاجات الأمم من العلوم والمعارف
الدينية والثقافية والعصرية والتطبيقية والطبية والهندسية والزراعية في جميع المجالات من فروض الكفايات. فرض واجب كفائي، وقد يتعين لأن مصالح البلاد والعباد تتردد بين الواجب العيني والواجب الكفائي. ثم إنما ينفق على التعليم، سواء ما تنفق على أبنائك أو ما تتبرع به أرضا لبناء مدرسة أو جامعة أو أن تقوم أنت ببناء مدرسة، من أعلى القربات إلى الله، لأن الأوطان لا تقام ولا تبنى إلا بالعلم. فالإنفاق على التعليم، حتى لو كنت تنفق على تعليم أبنائك ودرهم تنفقه على ولدك فهو في سبيل الله، فما بالك إن كان على تعليمه؟ ألم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنتان أو أختان من أدبهن وعلمهن وأحسن إليهن كن سترا له من النار يوم القيامة. هذا جانب. أختم بنقطتين. الأولى، ونحن نتحدث عن تواضع العالم وأدب المتعلم، لا بد أن نعيد القيم إلى أبنائنا. ونحن على مشارف افتتاح العام الدراسي، ونؤكد أن احترام المعلم وأن تربية أبنائنا على احترام المعلم عنصر لا بد منه لإنجاح العملية التعليمية، وأن الجرأة على المعلم أو التطاول عليه أولى خطوات ضياع العلم والتعليم. اسمع إلى الشاعر العربي الحكيم يقول: إن المعلم والطبيب كليهما، إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يقاما، إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يقاما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما. ولذا كان شوقي ينبهنا: قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. فلا بد أن نربي أبناءنا على احترام المعلم والإضاءة التعليمية، وإلا نهدم أنفسنا ونضيع أبناءنا. ومع ذلك العلم الحقيقي والفتوى الحقيقية وأهل العلم الحقيقيون هم من يخلصون نياتهم لله وأوطانهم. ليست هذه الجماعات التي تتاجر بالعلم أو بالدين. وإذا كان هناك من يتاجر بالعلم فأشد أنواع المتاجرة هم من يتاجرون بدين الله ويوظفونه لأغراضهم ويحرفون الكلمة عن مواضعه. ودورنا أمران: الأول أن نفند أباطيل هذه الجماعات الضالة، وهو ما نؤمل أن يقوم به علماؤنا من نحو 500 عالم من داخل مصر وخارجها، يجتمعون على أرض الكنانة على نيل مصر في مؤتمر الأوقاف تحت عنوان فقه بناء الدول، بناء الدول وليس هدم الدول، رؤية فقهية عصرية لنضحض بالدليل الشرعي أباطيل جماعات الهدم والضلال. أوصي نفسي وزملائي والعلماء، أوصي جميعنا بإخلاص نياتنا لله وأوطاننا في كل شيء، فعندما أخلصوا النية نالوا الحسنيين الدنيا، ونؤمل لهم فضل الله في الآخرة. ليس كهؤلاء المكسبين: إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. يقول العالم الفقيه الإمام علي بن عبد العزيز الرجاني في الاعتزاز بالعلم، يقول: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما، رأوا رجلا عن ساحة الذل أحجما، يقولون هذا مشعب، الدنيا أمامك والمال يمكن أن تتاجر بعلمك، يقولون هذا مش أو أن تنافق به، يقول: لا،
يقولون هذا مشراب، قلت قد لم يقل حتى قد ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ. يقولون هذا مشراب، قلت قد ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ. ولم أبتزل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم. أأشقى به غاسا، أأشقى به غاسا وأجنيه زلة، أأشقى به غاسا وأجنيه زلة. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. نسألك اللهم أن تمن علينا بعلم نافع وقلب خاشع ولسان ذاكر. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا حسن الفهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين، واجعل رزقها واسعا من البر والبحر والسهل والجبل، ولا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.